أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
وَبِعَدِ اللَّهِ أَوْفُوا
وبعهد الله أوفوا. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأنها صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعون فتفرق بكم عن سبيله. لعلكم تتقون.
كتابة
وتفصيلا لكل شيء وهدى وهدى Monk.
فمن الظلم من كذب سنجزي الذين يصدقون على آياتنا بما كانوا يصدقون هل ينظرون إلا تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين تفرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما إن الذين شيعاً لست منهم في شيء إنما
حقا إن عليه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسلم وإن أسفله لمظلم وإنه يعلو ولا يعلى عليه من تكلم بي صدق ومن حكم بي عدل ومن دعي بي هدى إلى صراط المستقيم كنا وإياكم على مأدبة القرآن الكريم تلا على مسام حضرتكم فضيلة الشيخ الدكتور فرج الله الشاذلي القارئ بالإذاعة والتلفزيون والعالم الإسلامي زعت لكم على أحد الإذاعات المحلية لصاحبها عادل سليم تليفون 012-518-3515 رحم الله موتين موتك.